السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميس خلداء. النهاردة هنشرح أول درس، قصة مسرح المدرسة. تعالوا بينا نتعرف على إيه هي مسرح المدرسة وإيه الحفلة اللي أقامتها المدرسة. في الأول كده، أقامت مدرستنا حفلا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر. يبقى الحفلة أقامت في 18 ديسمبر، وقامت بمناسبة إيه؟ قلنا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وكان احتفالا عظيما إذا بدأت مراسم الاحتفال بكتابة لافتات وعبارات تتحدث عن روعة لغتنا العربية وجمالها. يبقى الحفلة أول لما أقامت بكتابة لافتات وعبارات. ولدى دخولي أوضحت لنا المعلمة أننا سنمر بأربع مراحل حتى نتعرف أصالة لغتنا وتاريخها على مر الحضارات. يبقى احنا هنقوم دلوقتي نروح نشوف أربع مراحل، تعالوا بينا نتعرف عليهم بقى. في البداية كان هناك خطاط يكتب أسماؤنا بمختلف الخطوط العربية ويشرح لنا تاريخ الكتابة وأصل الخطوط وأنواعها. وأهم ما ذكره أن الخط العربي سلك طريقا في رحلة طويلة، حيث نشأته عادية ثم سرعان ما تطور بتطور الحضارة إلى أن وصل لحد الإبداع. يبقى أول مرحلة عندنا قلنا إن هي شافت خطاط بيكتب أسماؤنا. وحملت الخطوط العربية أسماء المدن أو الأقلام التي كتبت بها، ومن أهمها النسخ، الرقعة، الكوفي، الفارسي، والديواني، والثلث، وغيرها الكثير. وطلبت منه أن يكتب اسمي بالخط الكوفي على لوحة لأعلقها على باب غرفتي. ثم انتقلنا للمحطة الثانية، وفيها مررنا برجل يحمل على كتفيه صندوقا يطلق عليه صندوق الفرجة، فتعجبنا منه. هو ليه تسمى صندوق الفرجة؟ لأن الصندوق ده كان زمان بيشوفوا منه زي مشاهد طبيعية كده، بس جوه الايه؟ الصندوق. فتعجبنا منه، فحكى لنا قصته قائلا: منذ سنوات طويلة اختفت مهنتي، فقد كنت أحمل على ظهري صندوقا خشبيا مستطيل الشكل يحوي عجائب الصور وغرائب القصص، وأسير به في الشارع وأردد عبارات شعبية طريفة. وقام هذا الرجل باستخدام الصندوق وروى لنا قصة من التراث من قصص كليلة ودمنة، وقمنا بالتقاط الصور معه، وانتقلنا بعدها إلى المسرح، وقد امتلأ بالعديد من الشعراء الذين قاموا بإلقاء الأشعار الفصيحة، وتهللت وجوه الجميع لفصاحتهم وأدائهم المميز. وفي الختام تحدث مدير المدرسة عن اللغة عامة واللغة العربية خاصة، وكان حقا حديثا شائقا. ما لفت انتباهي في حديثه أنه قال إن اللغة بشكل عام وسيلة التواصل الأولى بين البشر، ومع تعدد الشعوب والأجناس والقبائل وتعددت اللغات، وأصبحت كل لغة تعبر عن ناطقها وتشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخهم وثقافتهم. فاللغة هي هوية الإنسان. يعني إيه هوية الإنسان؟ يعني هي اللي بتعرف كل إنسان هو منين وبلده إيه، والشيء المعنوي الذي يدل على انتمائه وعرقه وثقافته. وبكده نكون خلصنا الدرس. تعالوا نتعرف على مفردات الدرس. روعته جمال، أصالته عراقة، سلك سار فيه، يحوي يشتمل على، عجائب غرائب، العديد الكثير، يتجزأ ينفصل، التواصل الاتصال. طيب الكلمة ومضادها: العالمي المحلي، بدأت انتهت، روعة قبح، بداية نهاية، اختفت عكسها ظهرت، تهللت حزنت، الختام البداية، عامة خاصة. طيب المفرد والجمع: عبارة عبارات، مرحلة مراحل، اسم أسماء، خط خطوط، خطاط خطاطون. تعالوا بينا بقى نتعرف على أسئلة الدرس. لماذا أقامت المدرسة حفلا كبيرا؟ أقامت المدرسة حفلا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. متى يكون اليوم العالمي للغة العربية؟ قلنا اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر. كيف بدأت مراسم الاحتفال؟ قلنا بدأت مراسم الاحتفال بكتابة لافتات وعبارات تتحدث عن روعة لغتنا العربية،
طب قلنا كم مرحلة سنمر بها لنتعرف تاريخ بلدنا؟ 4 مراحل. ماذا كان يكتب الخطاط؟ قلنا كان يكتب الخطاط الأسماء بمختلف الخطوط العربية. ماذا كان يشرح الخطاط؟ كان يشرح تاريخ الكتابة وأصل الخطوط وأنواعها، وأن الخط العربي سلك طريقا في رحلة طويلة وتطور سريع بتطور الحضارة. طيب ماذا حملت الخطوط العربية؟ قلنا حملت الخطوط العربية أسماء المدن والأشخاص والأقلام التي كتبت بها. ما أهم أنواع الخطوط العربية؟ قلنا خط النسخ، الرقعة، الكوفي، الفارسي، الديواني، الثلث. أين كان صندوق الفرجة؟ كان صندوق الفرجة في المحطة الثانية. صف صندوق الفرجة. قلنا صندوق خشبي مستطيل الشكل يحوي عجائب الصور وغرائب القصص. ما العبارات التي كان يرددها رجل صندوق الفرجة؟ كان يردد عبارات شعبية طريفة. ما القصة التي رواها رجل صندوق الفرجة؟ قلنا قصة كليلة ودمنة. بمن امتلأ المسرح؟ قلنا امتلأ المسرح بالعديد من الشعراء الذين قاموا بإلقاء الأشعار الفصيحة. طيب لماذا تهللت وجوه الجميع في المسرح؟ قلنا تهللت وجوه الجميع في المسرح لفصاحة الشعراء وأدائهم المتميز. ماذا حدث في الختام؟ قلنا تحدث مدير المدرسة عن اللغة عامة واللغة العربية خاصة وكان حديثه شائقا. ما الذي لفت الانتباه في حديث مدير المدرسة؟ لفت الانتباه في حديث مدير المدرسة أن اللغة بشكل عام وسيلة التواصل الأولى بين البشر. كيف تعددت اللغات؟ تعددت اللغات بتعدد الشعوب والأجناس والقبائل. ما هي اللغة؟ اللغة هي هوية الإنسان والشيء المعنوي الذي يدل على انتمائه وثقافته. وبكده نكون خلصنا قصة مسرح المدرسة. أشوفكم الدرس الجاي إن شاء الله.